في جهودها في سبيل إرساء مؤسسات الدولة الليبية محور هذا اللقاء. خلال لقاء له بوفد من رجال الأعمال الأردنيين بدار الضيافة، أكد رئيس الحكومة أن اللقاء هو ترجمة وتفعيل لما توجت به الزيارة التي أدها في مستهل شهر ديسمبر الماضي إلى المملكة الأردنية الشقيقة، والمرور إلى طور الإنجاز فيما أبرم من اتفاقيات خلال أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة التونسية الأردنية، والتي مكنت من وضع أطر جديدة لتعزيز التعاون في كافة المجالات.